مازراتي عندها طريق حافل للموتور سبورت، كمان عندها سيارات رائعة للاستخدام اليومي. ومثل ما عودنا هالصانع الإيطالي بالسيارات الفاخرة رياضية، كمان عنده سيارات فاخرة SUV. واليوم معنا الليفانتي بنسخة الهايبريد، رح نتعرف عليه سوا. من شكل خارجي، أول شيء سيارة لون أزرق رهيب، عندك واجهة أمامية أضواء LED ديزاين حلو، الكالندر الكبير مع لوجو مازراتي بالوسط. كيف تعرفها انه هايبريد؟ بالتاتشز اللون الازرق الموجود على اللوجوز، كمان على الطوارف السيارة رح نشوفهم سوا. عندك ادوية الضباب موجودة هون، الفتحات لتبريد الانتر كولر والفرامل، في عندك حساسات امامية. السيارات ما عم بيجي فيها رادار امامي يلي بيحدد السرعة بينك وبين السيارة اللي قدامك لتصير تخفف. من الجنب رنجات بديزاين حلو، الطواير عم يجوا كونتيننتال، هي 27 انش 265 45 لوجو جي تي على الفندر وفتحات كمان. مثل ما حكينا الهايبريد عم بيكون فيها تاتشز باللون الازرق، الا انه هيدي السيارة دغري بتعرفها انها هايبريد. اضواء عم تجي للاشارات بالمرايات، الكروم على الابواب، الابواب عم تجي فريمليس، اشعار لوجو كمان موجود بالخلف. واذا بنشوف من الخلف مبينه انها سياره رياضيه، مع العادم عم بيجي اربعه من الخلف، وعندك سنسور وكاميرا خلفيه، في سبويلر خلفي وضو الستوب عم يجي بسبويلر. نفتح نشوف مساحه الصندوق، مساحة كبيرة اجمالا بساعة 580 لتر. عندك هون 12 فولت كهرباء، وهون عندك كبسات تعمل لوك السيارة، وحتى فيك تسكرها بالزر تسكر الصندوق. وهيك بتكون تعرفنا على المازراتي هايبريد 2022 بلقحة سريعة من الخارج. هلا رح نحكي ديتيلز بالداخل. مشو معك من الداخل، منك إلا راكب سيارة مازراتي، سيارة فخمة وعادتها مريحة، حتى اللون الداخلية عجبتني، اللون بين البرغندي والأسود. هلأ عندهم كذا أوبشن، بس الأوبشن اللي عم نسوقها اليوم هيك لون الداخلية تبعها. من الأوبشن الموجودة أكيد شاشة وسطية تاتش سكرين، هالشاشة عم تعطيك معلومات عن السيارة، وحتى فيك تشبك تليفونك فيها، فيها أبل كار بلاي. وقدامك لوحة الإعدادات، وهذا عم تجي عادية منا ديجيتال، هيك عم تعطيها أكتر ستايل فانتج. وبالوسط عندك حتى سكرين عم تعطيك معلومات عن السيارة، مثل السيارة قد ايه بتمشي بعد كم كيلومتر بالبترول، وكيف تعرفها انه هايبريد من خلال حتى بتكتب لك هايبريد سيستم، تفاجئك قدال الباتري بعد فيها والاي بوست برسنتج وكل شيء. موجود بيدال شيفت خلف المكواد، على اليسار من تحت دور السيارة بهذا الزر، وعندك اماكن للتخزين هون بالوسط ومن قدام تحت سكرين. الساعة الشهيرة مازراتي موجودة فوق بالوسط. هلا المحرك الليفانتي هايبريد عم يجي 4 سلندر، محرك مش كبير، 2.0 لتر تيربو مع بطارية 48 فولت. هلا البطارية ما بتشحنها من خلال الكيبل، هي البطارية بتشحن حالها. وقوة الحصانية للسيارة 330 هورس باور و 450 نيوتن متر من التورك. انطلاقتها من 0 ل 100 بتاخد 6 ثواني. بالنسبة لكبر المحرك ووزن السيارة عم تجي تقريبا 2 طن، كتير منيحة، ما بتحس انه السيارة بطيئة ولا شيء.
بس كان بعد ناقصها مثل ما متعودين على سيارات مازرات القديمة بأصوات المحرك تبعها القوي، كان بس ناقصها يكون صوت كمان السيارة أقوى من هيك. والتوب سبيد للسيارة هيدي 310 كيلومتر بالساعة. هلا الشيء المهم الواحد ليش بيتجه لسيارة الهايبريد، لأنه باقتصاديتها وتوفيرها للبترول. لمقارنة بين وبين سيارات الليفانتي العادية عم توفر 19%، وهذا شيء كثير منيح، وحتى بتحس فيها انه انت على الفول تشارج رينج قديش عم تسوقها للمدة اللي عم تكون عم تسوقها لو استخدامها يومي، بس هلك الوقود كثير منيح فيها. موجود فتحة سقف بانوراميك تفتحها من خلال الزر الموجود هون، والمقعد الخلفي كمان مساحتها مريحة، اللي بكون قاعد بالخلف عندك مساحة سبيس واسع. أنا شخصيا من عشاق المزراتي، ومن بعد تجربتي خلال هالثلاث أيام للمزراتي ليفانتي هايبريد فيني أقلكن إنه السيارة مريحة، استخدام اليومي وسهلك الوقود تبعها كتير منيح. فإذا عندكن أي استفسار فيكن تتوجهوا على مركز شوروم الطاير وتعملوا تجربة للسيارة هونيك تستفسروا عن كل المعلومات عنها. وهيك بتكون خلصت حلقتنا، إن شاء الله تكون عجبتكن، وبحلقة جديدة next week بشوفكن.